السلام عليكم، تحياتي للجميع. خالد الراشد معكم. هلا بدي احكي عن عمليه تحويل مسار المعده، شو الجديد بالتياب. هلا بل اول شيء التياب تغيرت بعد كذا شهر، هلا تغيرت. حارجيكم كيف كان لبسي قبل وكيف هلا. هلا هذا الجديد، هاي الكنزه، هاي البنطلون، هذا. هلا انا وزني 138 كيلو. هلا لابس هالكنزة والبنطلون، حارجيكو تيابي القديمة كيف كان. هلا لأنه صاروا كبار علي أنا متفاجئ. أول شيء هاي الجوكات، شوفوا قد صارت. هاي بس كان وزني 184 كيلو، حتى كرش كان يبين عليها. شوفوا كيف هلا صارت علي. هاي سلسلة تحويل مسار المعدة اللي متابعني فيها. حتى الناس بقول ما يشوفوني بالطريق وين كذا، بلشوا صرت لاحظ العالم كتير عم تسألني، بلشت انتبه. شوفوا هيدا، يعني شوف كيف هيدي قبل. هاي السنة الماضية كان ضايقة علي. شوف كبير كتير هلا صارت، شايفين؟ فراغ. هلا صارت كبيرة. حارجيكو القميص كمان كيف كان. هذا القميص ليكون، هذا قميص هذا. هلا أنا مبسوط، بلشت ارتاح من وجع الاجرام. شوفوا شايفين؟ هذا برداية، يعني مش قميص، هو كان مثل البرداية، بس أنا كنت كتير ناصح، يعني لدرجة ملحوظة قبل. بس اللي مساعدني ان انا طويل ماني قصير، يعني لو قصير مصيبة كانت. وهذا بنطلوني القديم. هذا بنطلوني القديم، مش عارف اذا لازم، يعني كبير هذا. هلا هيدا في فرق بين هالقياس وهالقياس. هات لنقلكو قديه شو بعرفني وين هيدا. المهم هيدا فوق الخمسين قياسه، فوق الخمسين. هيدا 38 قياسه، هيدا قياسه 38. البنطلون جبته جديد، يعني عشان بنطلينة القدماء مش عم بفوتوا فيها، مش عم بفوتوا فيها، عم بهروا، قصدي عم بهدولي بلشوا يهروا، ما عادش يمشي القشاط معهم. هلا غيرت البنطلون، هلا رجعت البس هاي القديمة. هاي صرت ارجع البسها، هاي حلوة. في عندي كتير شغلات قديمة، في اواعي ليوم الاواعي. هلا بلشت البس من اواعي اللي ما كانت تفوت فيا، هلا بلشت تفوت فيا. يعني ها رجعناكو الفرق. واللي عم يسألني كرمال يعمل العملية ولا ما يعمل العملية، انا ما فيني انصحك بشي، لانه انت الوحيد اللي بتكرر هاي موضوع العملية. انا عم حط تجربتي، وشو ما بدكم تسألوني اسألوني، انا بجاوب. بس هو يوم بدك تاخذ القرار لازم تروح عند حكيم وكون انت عامل. انا مثل ضليت شي 15 سنة، اكتر من 15 سنة عامل هاي حميات وما حميات على الفاضي، يعني بالنسبة لي على الفاضي ما فادتني بشي. والغلطة اللي عملتها اني عملت رياضة من الاساس، يعني كل ما اضعف 5 كيلو برد العشرة. انا ازيت حالي بحالي، لو من اول حياتي ما عملت رياضة ولا رجيم كان جسمي انا بقول حافظ على حاله. والسلام عليكم.